موجز لأهم الأنباء من تلفزيون النهار، أهلا بكم. إليكم أبرز العناوين. المجلس الوطني لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابس يقرر تعليق إضراب الثانويات. ندوة صحفية شهرية مشتركة بين وزيري الخارجية والإعلام لشرح مسائل وطنية ودولية. قرر إذن المجلس الوطني لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم في ثانوية حصيبة بن بوعلي تعليق الإضراب الذي دخل فيه الأساتذة منذ أيام، أين تم شل مختلف المؤسسات التربوية عبر القطر الوطني. ولتفاصيل أكثر يلتحق بنا من هناك مفاد النهار محمود حيمر ومن أمام ثانوية حصيبة بن بوعلي. محمود، ما الجديد لديك؟ نعم، الجديد هو أن المجلس الوطني لنقابة الكنابست قرر تعليق الإضراب والموافقة على المحضر الذي استخلص ليلة أمس والذي وقعه مدير الديوان لوزارة التربية. مزيد من التفاصيل مشاهدينا، ينضم معنا مباشرة السيد نوار العربي المنسق الوطني لنقابة الكنابست ليعطينا أهم تفاصيل التي خرجوا بها من الاجتماع. سيد نوار، نشكرك على هذا القدوم. سيد نوار، نتائج كثيرة استخلصتموها من هذا الاجتماع، يعني لماذا قرر الكنابست بعد جد طويل الخروج من هذه الأزمة وقرر أيضا تعليق الإضراب؟ ردكم. في الأمس كان لدينا لقاء المكتب الوطني مع السيد وزير التربية، واللقاء على مرحلتين، فيه حدث فيه تطور يعني من جانب الوزاره في تفهم موقف النقابه، وعيده قراءه النصوص القانونيه التي تتعلق بعضو المجلس الوطني المسرح. فاقتنعت في الاخير الوزاره ان هناك اختلالات يعني وقعت، وبالتالي تم تصحيح الوضع واعيد ادماج عضو المجلس الوطني في منصب عمله. ايضا في المحضر السابق لم ترد هناك مدد محددة، المرة هذه كاين رزنامة لتنفيذ هذه الوعود على الوزارة، إذا أصبحت تعهدات وليست وعود من طرف الوزارة أو التزامات. أيضا اتفقنا كحماية على تعويض الدروس الفائتة مقابل عدم الخصم. نعم محمود، وهذا تطور نوعي في موقف الوزارة. الآن وقد قرر المجلس الوطني العودة إلى العمل وتجميد الإضراب. نعم نعم محمود، ماذا عن تأخر الدروس وعلى مستقبل التلاميذ؟ سنوار، الاستوديو زميلي في الاستوديو، سؤال، هذه نتيجة خروجكم من الإضراب وتم تعليقه، يعني ألا تلاحظون أنه خسارة كبيرة للتلميذ من ناحية الدروس ومن ناحية المسار الدراسي بعد ما وجهت لكم أسئلة كثيرة ووجهت لكم انتقادات كثيرة أنكم استغليتم هذا الإضراب لتحقيق مطالب شخصية ومن بينها الأستاذ، وها هو الأستاذ اليوم عاد سي نوار؟ هذا يدل على أن الوزارة كانت لديها قراءة خاطئة في الموضوع. نعم. أيضا فيما يخص تعويض الدروس، نحن الذين طالبنا هذا الطالب. نعم. إيمانا بنا بوجوب حماية مصلحة التلميذ. نعم. في كل هذه القضية. نعم. ثم إننا قمنا بالإضراب لمدة، وضعنا الإشعار بالإضراب أسبوع قبل بدايته. نعم. لماذا لم نتوصل بالحوار الجاد إلى هذه النتائج التي توصلنا إليها في الأمس؟ كان ممكن أن نصل يعني إليها قبل البداية. يعني سنوار أن الوزارة هي اللي عطلت الأمور بدرجة. طبعا الوزارة، وكما كنت تكلمت سابقا أنه حاشية الوزير هي اللي كانت. كي نقول الحاشية ما لازمش نظلم الناس، لأنه فيها الوزارة فيها موظفين سامين من مستوى عالي وفيها، لكن مش هما اللي راهم في اتصال مباشر مع السيد الوزير. نعم. هناك الذين هم في اتصال مباشر مع الوزير لا يوصلون مطالبنا بكل دقة، ويتدخلون في شرح هذه بأمور تعكس. نعم. لكن في الأمس وجدنا أن السيد الوزير بعد اطلاعه على المواد القانونية التي تم الاعتداء عليها، وبعد استشارة ذوي الاختصاص في القانون. نعم. وجد أنه من واجبه أنه يستجيب. لكن القضية هذه التي أخذت اسم شخص. نعم. هي مبدأ حماية الحرية النقابية. نعم. لأن هناك أستاذة أيضا في مستغانم
تعرضت للإقصاء، ووعدت الوزارة بأن تتدخل مع السيد مدير التربية لوضع حد لهذا التعدي. هناك أيضا متابعات قضائية ضد أساتذة في كل من البويرة وشلف وقسنطينة. هذه المتابعات كلها تمس بمصداقية الجزائر، لأنها من الدول التي صادقت على معاهدات دولية تحمي العمل النقابي وتحمي الممثل النقابي. نعم سينوار، سؤال أخير، تم تعليق محمود، فقط نكتفي بهذا القدر، أرجو توجيه كلمة أخيرة للضيف. وستقوم أيضا الكنابست بدعوة الأساتذة إلى تعويض جميع الدروس التي تم، يعني اللي كانوا تلاميذ ما حضروهاش. سينوار نشكرك على هذه التوضيحات، ونشكرك أيضا. فقط أوجه ندائي إلى السيد وزير التربية وإلى وزارة التربية كهيكل، يعني نعم، كوصاية، أن أرجو أن يفهموا من الأنف صاعدا أن نقابتنا تعمل بكل منطق، نعم، وبكل وضوح، نعم، ودون خلفية. لذلك تعهدات يجب أن تأخذ طريقها إلى التجسيد حتى لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام انسداد في المستقبل. هذا ما نتمناه إن شاء الله. شكرا سينوار. نعم مشاهدينا، هذا كان سينوار المنسق للمجلس الوطني لنقابة الكنابست وبثانوية حسيبة بن بوعلي. مزيد من التفاصيل، ها اليوم حل المشكل وسوف يباشرون مهامهم الأساتذة في التدريس، ولكن أراد سيد نوار أن يوصل رسالة وفكرة واضحة، وهي أن التعهدات التي قدمت الوزارة يجب أن لا تكون مجرد حبرا على ورقة. من نعم. أمام ثانوية حسيبة نعم. بن بوعلي، شكرا لك محمود حمر، ولضيفك نوار العربي المنسق الوطني للكنابست. إذن في شأن آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد دلم باركي اليوم الثلاثاء أن نظام الـLMD ليسونس ماستر دكتورا صيغة لن يتم التخلي عنها بالجزائر، بل سيتم تحسينها. واعترف الوزير بوجود خلل في تطبيق نظام الـLMD، وقال إن الجزائر ستعكف على تحسين هذه الصيغة لكن لن تتخلى عنها. وأوضح أيضا أنه كلما ظهر هناك خلل يجب أن يصحح في إطار التشاور. ولدى تطرقه إلى مطابقة حاملية شهادات المتخرجين من الجامعة الجزائرية مع اقتصاد البلاد، أكد الوزير أن هذه الشهادات لا تطرح أي مشكل اعتراف. وهو كذلك، إذن في إطار الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، أعلن وزير الاتصال عبد القادر مساهل عن تنظيم وزارته رفقة وزارة الشؤون الخارجية للقاءات صحفية مع كل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة كل شهر. ياسر العربي حضر كلمة الوزير وعاد بالتالي. سيكون لي ولزميلي وزير الشؤون الخارجية لقاء كل شهر لنتطرق لكل مواضيع كما قلت بدون أي طب. تسخن رونكونتر مانسوال avec la presse parce que je sais qu'il y a un déficit et je comprends un peu l'attente de la presse en termes de communication. Donc, je vous promets qu'il y aura des réunions régulières, que toutes les questions seront abordées sans tabou. تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة لأمن ولاية تلمسان أمس الاثنين من إحباط محاولة إدخال 8 قناطير من الكيف المعالج قادمة من المغرب على مستوى المنطقة الحدودية أولاد قدور. وقد تمت إذن هذه العملية إثر كمائن نصبتها الفرق الميدانية للمصلحة بالشريط الحدودي، مما سمح بملاحظة مركبة مشبوهة تسير بسرعة فائقة ليتم مطاردتها قبل أن يتركها صاحبها ويلوذ بالفرار مستغلا الأحراش والتضاريس الوعرة وفق نفس المصدر.
وقد عثر داخل السيارة على كمية المخدرات موزعة على 32 طردا يزن كل واحد منها 25 كيلوغرام. إذن في حوادث المرور لقي ليلة الاثنين إلى الثلاثاء شخصا مصرعه وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة وقع قرب مسكينة بولاية أم البواقي. الشخص إذن المتوفي يعمل قابضا بالحافلة التي تضمن نقل المسافرين على خط تبس الجزائر العاصمة وهران، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان، فيما أصيب 14 رجلا تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب امرأتين كذلك. إذن هارون ختام الموجز، ترقبونا على رأس الساعة. إلى اللقاء.